ما تبقاش حمار امال وتقول لا. هو في النجع كله اجمل ولا احلى من نسمه بنت حسان؟ وتفيد بيها حلاوتها يا ابوي ما دام حد دقها قبلي. عيب عيب تقول الكلام ده على بنت عمك، عيب. خلي عندك الاخوه. مش انا اللي بقول يا ابوي، كل اهل النجع بيقولوا انهم شافوها واقفه قدام همام لزق نفسها في نفسه. تقدر تقول لي كانت بتعمل ايه؟ النظر قد باع ولا شافوها من بعيد. طب تقدر تقول لي كيف هنرفع عيني في عين همام البنداري وانا شاكك انه ممكن يكون خد مرضي في حضنه قبل مني؟ كيف اتحمل يا ابوي؟ البت حلفه وهمام حلف قدام عيلته وانا شاهد على كلامه. ابن عايز ايه تاني؟ يخرب بيت ابوه. الشك ملوش دواء يا ابوي، ملوش دواء. لو عايز تجوز اختي فاطمه المناع ماشي، انت حر، لكن ما تربطش جواز اختي بجوازي. ده اخر كلامك يا فالح يا ولد الفالحه؟ ايوه يا ابوي. اذا كانت البت مظلومه مين اللي هيستر عليها؟ كلم مين؟ كان الموت يسترها، لكن ما دام استخسروها في الموت يبقى يتحملوا عارها. طب اقفل خشمك وخلي كلامك جواك لحد ما تمام الجواز. صدقني يا ابوي، البيعه خسرانه، لا مناع هيقبل فاطمه ولا انا حقبل نسمه، وخلصت لحد كده. عن اذنك يا ابوي. عم زعلان يا علي؟ اسمع كلامك واتجوز فاطمه. انت ولدي صح، رفعت راسي. ما اقدرش اكسر كلامك يا ابو مناع. والله واتنصفت يا فاطمه. طب والنبي انا بحبها كيف بنت تمام. الحقيقه البنت غير ابوها خالص، البنت عجينه تانية. اقول لك ايه يا امك؟ عارف فهم البنت فاطمه ان انا مشاغلي كتير قوي في بندر وبغيب برا البيت بالشهور، مش عايز جلع بنات. ابقى غيب براحتك. يلا يا جينا خدي عديله وروح زورهم. يلا يلا. بقول لك ايه يا نسمه؟ عايزك تعالى. مبروك يا كبير. اقعد. سمعت كلامك اهو يا اختي يا حبيبه قلبي يا عسله. ربنا. تمام. حسك عينك تنطق بحرف عن اللي تعرفي عني هناك، فاهمه؟ فاهم. محدش يعرف الحاجه دي غير انت وعم ناجي. يعني خشمك ده ينقفل. خشمك ايه ينقفل يا مناع. واه شاطره. ما تخافش يا اخوي، ان شاء الله ربنا يتمها لك على خير. بس انا عايزك بس لما تعرف البنت فاطمه وتعاشرها فكرك كله هيتغير. ولو مالكيش غرض يعني من جواز الشاهين دي نبوظها لك، ابوي ما بيردليش كلمه. شاهين زي اخويا مناع، عمري ما فكرت انه يكون راجلي، وبصراحه انا عايزه اتجوز بدل ولا جبران خاطر. خلاص نفضها سيره، ويعني كان يحيى شاهين. ربنا يخليك لي يا مناع يا اخويا يا رب. صحيح يا ناس، بيجيبها لرجالها. جميلة بنت جميلة، قومي فزي. صباح الخير يا مرتي. صباح الخير. بقول لك ايه، عايزك تجهزي الحمام، عايز اتسبح. حاضر يا فوق. حاضر يا رجلي. قولي لك ام امال، بقول لك ايه كمان، عايز اطلع من الحمام الاقيك محضرالي صحن بيض مقلي قد كده ويكون سخن ومهوج. حطي 30 40 بيضه، البيض اللي تلاقيه قدامك حطيه. حاضر، بس الاول هودي الغيار في حمام. وخد بالك من الجرح لا يتبل، ده لسه ما طابش واحنا ما صدقنا. جرح ايه؟ حمام ما يحاولش في جروح. السلام عليك يا مناع حبيبي وصاحبي. ايوه ازيك؟ وحدك ولا حد معاكي؟ لا مستنيك. ما حدش معايا. انت فين؟ القطر على طول مسافر. وطبعا مش هقدر اسالك مسافر فين وجاي منين؟ خلاص يا نورهان، بقيتي سفري وترحالي،
اليوم لقيت ليكي وحدك. اليوم بس؟ صدقيني لو قلت لك اني قبل ما اعرفك كنت عيل تايه ماشي في طريق ضلمه حوالي وحوش من كل شكل وكل لون. نفسي اعرف بتجيب الكلام الحلو ده منين. تصدقيني يا نورهان لو قلت لك انا نفسي ما اعرفش، لما بكلمك بحس ان حد تاني، حد معرفوش. ما تعرفوش؟ ما تعرفوش ازاي؟ بالعكس انت جواك طفل صغير وجميل وبريء وطيب. ايوه كده، سمعيني الكلام اللي عمري ما سمعته في حياتي. انت تستاهل كل خير يا منى. الله، اسمي طالع من خشمك زي العسل. اول مره احب اسمي. بذمتك حد يسمي ولده مناع؟ مادام عاجبني يبقى احلى اسم في العالم. خلاص انا هقفل التلفون على كده، وبكره هكون عندكم احدد ميعاد الليله الكبيره. تصبح على خير يا مناع. وانت من اهله يا روح مناع، يا قلب مناع. ما شاء الله يا ما شاء الله، دي ميه زينه قوي مش عادمه، طعمها مسكر. الخوف احسن الميه اللي تحت الارض تخلص. لا، المهندس اللي ركب المكنه طمنا واتفق مع المهندس عمر، وعمر هيعرف كيف يدور المكنه. لا مؤاخذه يا كبير، انا الجدع اللي اسمه عمر في الارض دي، ولازم ترد الاعتباري وتمشيه من الارض حالا. عمل لك ايه ولد الفرطوس ده؟ هني وشتمني، ولولا انه ضيفنا وصاحب مناع انا كنت قتلته. جريات، هو القتل بالساهل. كان عامل لك ايه؟ انت حتى راجل طيب. انت لسه بتسأل وبتدافع عنه كمان؟ انا هروح اقطع لك خبره. وقف يا مغاوري، وقف. انا هريحك. ريحني كيف؟ شايفك ساكت، ولد الكبير بيتهان قدامك. ولدك جاهز تكال انا، مش لحد تاني. يبقى خلاص ريحني ومشيه، والا هاخد عياله وهملكم، وماليش صالح بارضكم دي. عايز تخلع يدك من يدي يا ولد عمي؟ لما الكبير يبقى لعبة بيد ولد الصغير مش همشي وراه بلعبة زيه. اختشى يا مغاور، انت بتكلم الكبير. هي دي الحقيقة يا ناجي. حسن ملافظ. هي دي الحقيقة، كلنا لعبة يد مناع بنتيع عمره بس، كل ملاش لازمة. وتنكر ان مناع هو اللي بيدبر حالنا؟ لولا ما كناش نعرف نزرع الحشيش ولا نبيعوه. عشان انت اللي ركبته على نفسنا، واحنا طوعناه عشان خاطرك. لكن لما توصل يعني انه يتحكم فينا ونبطل زراعه الحشيش، الحشيش اللي معيشنا بنعيم هنقول له لا، مش هنشتغل عندك انفار. وبقول لك ايه؟ بقول لك يا مناع، انا زي ابوك ومش همشي وراك. امال هتمشي ورا مين يا مغاوري؟ حد قال لك عليا صغير ومش عارف مصالحي؟ يبقى خلاص انت نويت تخلي في الكبير وتزرع حشيش. شوفوا، هاخد نصيبي في ارض العين وازرعها كيف مناع، هزرعها حشيش. ماشي، وخليك انت ورا مناع، وادي دقني، ادي دقني لو فلحته. لو مشيت يا مغاوري تبقى مش مننا، واللي حيمشي معاك راخر مالناش صالح بيه. همشي يا كبير، وريني هتعمل كبير على مين، وخلي والدك ينفعك، كلهم هيجروا وراي. يلا يا واد. صاليك يا مغاوري، صاليك يا واد عمي. ما ظنيش ان بعد الجواز هينفع ابعد عن نورهان، عشان كده صفيت كل اعمال اللي ممكن تخلينا سافر وابعد عنيها. لو مشاريع مهمة تبقى خسارة. هي مهمة وأنا زعلان عليها، لكن راحة البال عندي أهم. عين العقل يا مناع يا ابني، لو قدرت ترجع مشاريعك رجعها، وأنا مش هزعل لو اتشغلت عني المستقبل. كأنك معرفاش إنك مشروع عمري اللي جاي يا نورهان. ربنا يخليك ليا يا رب. أنا تحت أمرك في كل اللي تطلبه يا توفيق بيه، مش عايزين نضيع وقت. الحقيقة أنا مش متحمس لفكرة الجواز من غير خطوبة. الخطوبة خداعة، وطول الخيط بيضيع الإبرة يا توفيق بيه، والعريس والعروسة والأهالي كمان بيظهروا على غير حقيقتهم، والكارثة بتكون أكبر بعد الجواز. أيوة، بس في أحيان كتير الحاجات بتكشف قبل الجواز. صح، والجواز بيتم برضك، بس بعد كل عيلة ما تكشف عيوبها قدام العيلة التانية، ووقتها الكل بيضحي. طب ما نضحوا من دلوقتي ونتوكل على الله. واديني قدامك اهو، خد الضمانات اللي تريح.
لا يا ابني، انا عارف انك مليونير، لكن الفلوس عمرها ما كانت ضمان. انا الدين والاخلاق هما الضمان الوحيد بالنسبه لي. يبقى نتفقوا ونرمي الحمول على الله. شفت يا بوي؟ شفت صحبة المناعة نفعت كيف؟ عرفت منه كل حاجة، عرفت منه كيف اخزن التقاوي عشان ما تفسدش. شوف يا همام يا ولدي، الفرصة جاتك عشان تاخد مكان مناع صاحبك، وزي ابوه موقف جنبه انا حقف جنبك واخلي الكل يسمع كلامك. قدها وقدود يا بوي، انا مش ناقصني حاجه، وكيف مكان بيعمل مناع انا هعمل واكتر كمان. علشان تبقى زي مناع وتاخد مكانه لازم قلبك يبقى زي قلبه، حجر صوان على الاغراب، عجينة طارية على ابوه وعمه. فاهمك يا بوي، وعمري ما اخيب ظنك. يوم المنى يا ولدي، لما اشوفك راجل تهب كل رجالة. يوم المنى مغاوري معاه ولده شاهين قاعدين في المضيفة مستنيينك يا كبير. يا مرحب يا مرحب. يا مرحب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم. اقعدوا. بلغني ان مناع رفض يتجوز بنتك وطفش ومش ناوي يرجع تاني. لا يا كبير البندرية، ده كان جواز بدل، وانا اللي رفضت اتجوز نسمة بعد اللي حصل بينها وبين ولدك همام. مغاوري كان بيقلب ارضه وبيشتل حشيش، فانا قلت محيط ناوي يزرع حشيش زينا نحط يدنا في يد بعض، ولا انت ايه رايك يا كبير؟ الجول جول همام، هو اللي استلم الرايه من صاحبه ويعرف ازاي يزرع وازاي يخزن. يعني ايه اخلص من مناع على ده همام؟ لو مش لادد عليك بكيفك محدش غاصبك. قالتنا طول عمرها يد واحده وما فيش نفر منيها طلع عن طوع كبيره، وديلي قدامك اهو عم دياب ما نطقش بكلمه واحده. انا يشرفني ان اكون طوع امره لده اخوي. وهمام يعرف ايه ما نعرفوش عشان يبقى كبير علينا؟ بامرتي فوضها يا بوي، ما عيدش منهده ولا وجع قلب. هم عندي هم ارضهم واحنا عندنا ارضنا. لو كنت نفر من البندريه كان ممكن ارضى حكمكم. خلاص نضمك لعيلتنا يا مغاوري. كيف يعني؟ أبقى نفر من الأنفر؟ ده كلام؟ حاجة الله يا راجل. لا أنت مقامك كبير عندينا، أنا هعمل معاك اللي ما عملوش حساني معاك. هتجوز ولدك شهين دي بنت زينة، وتبقى أنت حبيبتي، وأنا هما والدك. قلتيها يا عريس. زينة مليحة وزينة، وأنا موافق. إيوة بس أختي ما تعيش وسط عيلة حسان، وكان ولا بد الجواز تتم. يبقى شهين يبني لها بيت وسطينا ويجي يعيش معانا هنا. والله كلام معقول. خلاص من حنبقوا عيلة واحدة، ولا هو كلام على الفاضي؟ لا كلام مليان وانا موافق. يبقى سبع بركات، مدوا يدكوا جميعا نتعاهد ونقروا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب العالمين الرحيم مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم. لما يا رجالة عايزين نخلصوا قبل الصبح؟ أنا كده صح يا بوي. اسمع كلام عمك دياب وانت يبقى راجل صح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه مالك يا دياب؟ في ايه؟ مفيش، قابلت الرجالة اللي كانوا هيشتروا مننا الحشيش، لكن لقيت كلامهم ماسخ وفلوسهم أمسخ، وكمان عايزين يشتروا بالتقسيط. تقسيط؟ تقسيط ليه؟
ونعرفه منين دول؟ ولما ياخذوا البضاعة مش هنشوف وشهم العمر كله أبوي. العمل كبير، تبيع الحشيش اطلع أصعب من زراعة وتشوينه. واللي خلصكم الموضوع ده أبوي؟ تبقى كبير صح، لكن قول لي هتعمل إيه؟ هتنزل مصر وتلفلف على التجار زي مناع؟ مش عايزين تشوفوني كيف مناع؟ أنا هوريكم من أحسن من مناع، بس خلي الرجال تطيع أوامري كيف ما كانوا بتوع مناع. اللي ما طاعش أوامرك بخه، وأنا هكون دراعك اليمين. بس اديني أمارة يا ولد أخوي عشان ما تودرناش إحنا التنين والعيلة تخسرنا. هملولي الموضوع ده وبعدها هتعرفوا إن أنا أحسن من مناع بستين مرة. وما باتك أوامر يا معلم جودة. أيوه، ابعت انت الفلوس والعربيات وانا احملك من العجول زي ما انت عايز. لو عايز 300 راس يا سيدي ربنا يكرمك. بقول لك اوعى بس تنمل على الفلوس. مع السلامه. قلت ايه يا مناع بيه؟ عايز ايه يا معلم؟ خلصني. عاوز 100 راس واكتب الشيكات اللي انت تؤمر بيها، بس اصبر عليا لما ابيعهم واقبض فلوسهم. لو انت معكش فلوس خالص، الصلاه على النبي، عين الحسود فيها عود. الفلوس اللي معايا على قد المشال، وان شاء الله لما ابيعهم هسدد. خد الورقه دي يطلع بيها على المحاسب، هيستلم منك الشيكات ويسلمك المواشي. كتر خيرك يا مناع بيه، ربنا ما يرميك في ضيقه. احنا مش هنخلص من التليفونات دي. ايوه مين؟ ايوه انا المعلم نمر الطيب. اهلا يا معلم اباري. لا انتظر مني تليفون تاني وهقول لك امتى وفين. لا التليفون ده هينذبح خلاص. من تليفون تاني. سلام. يتصل عشان اشوف له صرفه في بضاعته، وفي نفس اليوم يتصل جباري عشان عايز بضاعه جديده. ايه الحكايه يا مناع؟ هتجازف تاني ممكن تخسر كل حاجه، ولا هتخليك في الامان؟ نجح يا مجيد. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. حرمنا يا فندم. جمعنا ان شاء الله. في اشاره جت من مباحث القاهره بتطلب معلومات عن تاجر مخدرات اسمه نمر الطيب، ورد شحنه مخدرات كبيره للتجار في مصر. افتكرش ان عندنا تاجر مخدرات بالاسم ده. على العموم راجع الملفات واديني تمام. واضح يا فندم انها اشاره لكل المديريات، لان هم ما يعرفوش بلده ايه. ما دام مش عارفين بلده ايه يبقى التاجر ده ذكي، وإن الاسم ده اسم حركي، وإنه بيعمل تمويه. أقول لك ابعت المخبرين بتوعك في كل المناطق المشبوهة. أنا برجح يا فندم إنه ما يكونش من عندنا. أقول لك اسم نمر من الأسماء المشهورة قوي في محافظة جنة، وتجار المخدرات هناك أكتر. إحنا نعمل اللي علينا. تفضل حضرة الضابط. تمام. نمر الطيب، يا ترى مين اللي هيصيدك يا نمر ويترجى اتنقل من المكان ده؟ لو همام عملها صح يبقى حللنا مشكل كبير. هو بيع الحشيش بيجي مشكله كمان؟ اديك كنت مغروز وسط عيلة حسان، عرفت مناع بيبيع الحشيش فين وكيف. مال انا هملتهم ليه؟ حسان ركب مناع في غرفتنا وبيجي يسوقنا كيف المواشي. وانا ما قبلتش الكلام ده يا راجل. خلصت الجول. لو كنت وحديك دلوقتي ومعاك المحصول وزرعت وخزنت، تقدر تقول لي كنت حبيع الحشيش فين والمين؟ محصول يا راجل؟ ده كل اللي كان هيطلع لي شوالين ثلاثه، مش كتير زي محصول العيله كله. كنت هبيعه قطاعي على مدار الحول. والله فكره زينه دي يا اخوي، كانك يعني زي البنك
الواحد يسحب منه وقت ما يعود. فكرة عفشة ومطين الطين. المثل بيقول وجع ساعة ولا كل ساعة. نعرض روحنا للخطر مع الحكومة عشان شنطة حشيش. همام جاع. السلام عليكم، وكيفك يا مغاوري؟ كيفك يا مغاوري؟ ها يا ولدي، يا رب تكوني توفقت. تقلقش يا بوي، كمان يومين هنقول لك هنحمل البضاعة ميتة وهنسلكوا من أي طريق. ليه؟ ما اتفقتش على المكان والسعر ولا ايه؟ ليه؟ غايب اياك؟ أنا اتفقت على كل حاجة، بس دي أسرار، ما نقدرش نقولها قدام أي حد، ولا حتى أنت يا بوي. كأنك اتعديت من مناع وعايزنا نمشي وراكم مغمضين حتى لو رمتنا في الهلاك. بضاعة عيلتنا مغاوري وانت مالكش فيها، وان كان على العيلة هم راضين يمشوا وراي مغمضين، وان كان مش لادد عليك الحديد ده قول من دلوق ونفض الاتفاق اللي بيننا. شوف يا همام، هتطبعك بس لما تثبت الاول انك بتحافظ على الرجالة كلهم وبتجيب حقهم، وقتها هتطبعك بالاذن يا كبير. مال الله عنده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا عايز أسألك عن جماعة قرايبي ساكنين عندكم. اسمه إيه قريبك اللي بتسأل عليه؟ اسمه المعلم جباري عبد مولى، هو منتظرني. قول له المعلم نمر الطيب. ثانية واحدة. يا أهلا وسهلا، المعلم القباري زبوننا من زمان، هو في انتظارك في غرفة 103. على فكرة معلم قباري، يا ريت تحافظ على المعلم نمر وتخلي بالك منه لحسن يضيع من ايدك. اديك شايف فلوس قد ايه جايبها له. يستاهل، يستاهل قد كده 10 مرات، ده لولا كان زماننا مشرفين في سجن القناطر. فالله ولا فالك يا شيخ. اصبر يا اللي بتخبط. ده اكيد المعلم نمر. اتفضل يا معلم نمر. يا دي النور، يا دي النور. خير؟ في ايه؟ الراجل اللي تحت في الشيبس اللي تعرفوه؟ لا لا. ولا جيتوا هنا قبل سابق؟ لا لا. وبشكل في حاله. اسمعوني زين. معك. الو مديريه الامن، انا ايمن فداوي مدير لخند السلام اللي جنب المحطه. انا بكلم بخصوص النشره اللي جابها لي واحد من المخبرين عن تاجر مخدرات اسمه نمر الطيب. اسمع، حاول تعطلهم باي طريقه حتى لو قفلت عليهم الابواب. انا جاي حالا، مع السلامه. يا حسن جهزوا نفسكم حالا. زي ما قلت لك.
عارفين يا بلدينا. لا ابدا، بس انا لقيت الضغط عالي عندي شويه، وتوصل الصيدليه اللي جنبنا دي اجيب حاجه تنزله يعني. من فين معلم قباري ومعلم نمر؟ المعلمين فوق قاعدين مع بعض المغزى يعني قاعد الشغل، فانا قلت اسيبهم لوحدهم. السلام عليكم. تحت امرك يا معلم، مع السلامه. اطلع. ريال احنا خصوصي، فاهم؟ مفهوم يا بيه. انتوا مباحث، بس مفيش مباحث بندفع فلوس دي كلها. خليك في حالك واطلع على طول يا جزمة يا ابن الجزمة. مباحث عليا الطلاق، مباحث. يا ابوي اما عريسك ده امره عجيب، هيجنني خلاص. ليه بس يا ابوي؟ عامل ايه؟ ما هو يا اما دليل السوق، يا اما بيستعبط، يا اما فاكر نفسه داخل صفقه وخلاص. بصراحه بقى ابوكي عنده حق، المفروض فعلا يكون دايما معاك اليومين دول، يشوف تجهيزات الاوض، ترتيبات الفرح. يا شيخه شوف ناقصك ايه. يا امي انتوا مش فاهمين مناع زي ما انا فاهماه. مناع عاش طول عمره لوحده، لا بيشيل هم حد ولا حد بيشيل هم، يعني كل اللي انتوا شايفينه مهم هو بالنسبه له مش مهم. كلام نورهان صح، مناع محتاج وقت كبير قوي على ما يتعود على حكايه الاسره دي. حد قادر يغلبه في الكلام؟ انا لحد دلوقت مش عارف الزمه باي حاجه. ليه بقى يا ابوي؟ ما هو قال لك انا تحت امرك في اي حاجه. واحنا هنطلب منه ايه؟ ما هو عارف بنتنا عايشه ازاي، ومش معقول يعيشها بمستوى اقل من اللي هي عايشه فيه. لكن هقول ايه، السعاده حاجه تانية، وانا واثقه اني هكون سعيده معاه قوي. يعني منك الدواله اللي انت فيها دي هتخليه يتمر علينا. انت خدت من ناحيه الدواله فاهم الدواله. فاكر شكلهم؟ ايوه يا باشا فاكرهم كويس. يعني تقدر تديني اوصافهم؟ اكيد طبعا. انت تخليك هنا، ولو في اي حاجه غريبه تبلغني. تمام يا فندم. وانت تاخد الاستاذ معاك للرسام، عاوز على بكره الصبح صوره تجريبيه لكل المشتبه فيهم. تمام يا فندم. العمليات عاوز اغلاق تام لكل مخارج ومداخل سواج. على كام؟ على كام؟ بعدنا يوم الثلاث. انا اللي اتصل بيك بقول لك تستلم ميتا وفين. انت شايف الحكومه حاطه عينيها علينا بكل مطرح. انت مش هتهدي فلوسك يا سيدي؟ خليها على الله، ربنا على الخايل. يلا بالسلام. اي خدمه ثانيه يا سيد العميد؟ توكل على الله يا ابني، توكل على الله. السلام على الباشا. حبيبة قلبي دي كلها أمور هينة ممكن تتلم بعد الجواز، لكن الشغل اللي في يدي ما ينفعش يستنى. شغل ريحته وحشة. ريحته زرايبي ما يليقش بعريس وعروسة فل وياسمين. لا، يوم الثلاث بإذن الله، يوم الخميس هتكون دخلتنا، وبعديها هكون كتاب مفتوح بين إيديك الحلوين. تصبح على خير يا قمر. آه حلوة، عسلة. دول حقي ودول لازم يروحوا النجع من غير ما حد يدرى، بس مش قبل ما اخصم رسم المرور الصحراوي.
انا بعت الصور لمديريه امن القاهره زي ما حضرتك امرت. بس واضح من الاوصاف سيادتك انهم كانوا متنكرين. ملي على الكمبيوتر كل الاحتمالات التجريبيه لنمر الطيب من غير تنكر، وسيب بتوع مصر يشوفوا شغلهم. امرك يا فندم، بعد اذن سعادتك. لكن ايه راي سعادتك؟ شكله مألوف زي كل الاشكال اللي حوالين. الكمبيوتر هيجيب كل الاحتمالات الوارده وباذن الله نوصل له. ده لو كان في سوهاج اصلا، لانه في احتمال كبير يكون من محافظه تانية. المهم نوصل له، احنا عندنا حاجات تانية اهم من المخدرات. الو. ايوه يا معلم جباري، شكلك اتصلت من تليفون في الشارع. كويس، يعني اكيد تليفونك متواجد. اسمع يا سيدي المفيد، يوم التلاتة على الضحى يعني الساعة 11-12 التسليم في المكان اللي اتفقنا عليه شرق الفيوم. ايوه، والسيم تايه والدليل، وهتقول له فلوسك في جحر الارنب، هيديك الامان طوالي ويسلمك. طيب يا سيدي، مع السلامة. يا رب فوتها على خير، دي آخر مرة. تمام. اعملوا كردون حوالين البلد وركزوا على كل العربيات الغريبة عن المحافظة. تمام يا فندم. وانت شريف عمر ستر، عايزك تشوف عيلة القتيل وحاول توصل معاهم لأي معلومة عن العيلة التانية. حاضر يا فندم. صباح الخير يا احمد باشا. صباح النور. خير في ايه؟ سيادتك بالنسبه لموضوع نمر الطيب تاجر المخدرات، ماله عملت ايه؟ عملت لسيادتك مجموعه صور لكل الاشكال المحتمله للاصل. وريتهم لحضره الضابط شريف؟ حصل يا فندم، بس مع الاسف ولا صوره منهم تطابقت مع اي تاجر مخدرات متسجل عندنا. يبقى اكيد مش من هنا وكان محطه استلام. على العموم سيب الصور، وانا احتمال احتاجك في حاجه اكبر من كده. شكرا يا باشا، بعد اذن سعادتك. مع السلامة. يا نمر يا طيب، شكلك داهية وعامل بلوى مسيحة. عمل دلوك يا ريس همام، هنعمله ايه بعد كده؟ لانه مش عارف حاجه. كيف ما عرفتش حاجه؟ كيف ما عرفتش حاجه يا باوي؟ انا اعرف كل حاجه، انا جاي في الميعاد والمكان المظبوط، والباقي على ربنا. هدي خلقك يا همام يا ولد اخوي، هنعمله ايه دلوك لو طبط علينا الحكومه؟ عشان كده انا قلت لكم خبوا السلاح والحشيش، عشان لو حد سالنا نقول له ان احنا من البدو من عيله ابو علي. في غواب من هناك
يا خوفي لا تكون الحكومة. خليكم انتم حدش يتكلم غيري. السلام عليكم يا شيخ العرب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تايه ولا ايه؟ تايه وانت الدليل. دليلك في محله. انت همام؟ ايوه انا همام وجاهز من ما جميعه. وحقك وصلك. معلم نمر بيقول لك هتلاقي شنطة فلوسك في بحر الأرنب عند العين. دي حاجة ما عرفهاش غيرنا وهو. تفضل يا معلم استلم بضاعتك. عم دياب! يا معلم دياب! يا همام. خلي الرجالة تحمل البضاعة. يلا رجالة حملوا البضاعة. إيه؟ اسمعني يا همام، لازم نضمن حقنا الأول. أنا عارف كل حاجة يا عمي، أنا عارف كل حاجة. خلي الرجالة تحمل العربية. ما صغير ولا إيه؟ يلا يا عمي. كيفك يا معلم؟ الحمد لله. قول لي يا معلم، لما أحب يكون التعامل ما بيني وما بينك طوالي من غير وسيطة أعتر عليك كيف؟